بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. وأنا بقلب كده في الفيسبوك، يعني بشوف إيه اللي حصل. جت قدامي صفحة دار الإفتاء المصرية، صفحة محترمة بتقول فتاوي، لأن ده شغلانتها، يعني الفتاوى اللي موجودة عليها ده هو شغلانتها، هي اسمها دار الإفتاء. بس مش دي المشكلة، المشكلة إن أنا لفت نظري إن في هجوم شرس على دار الإفتاء المصرية. أي حاجة بيقولوها بتلاقي عشرات بل مئات التعليقات كلها رايحة في اتجاه معين، كلها بتكذب في دار الإفتاء المصرية، كلها بتكسر في الفتاوى المصرية، كلها بتكسر في فتاوى الدين، كلها بتطلع بره سياق الموضوع اللي بيتكلم عنه الفتوى، بياخدوهم لحتة تاني. انتم بتقولوا القبور، انتوا مش عارف بتعملوا ايه، التبرك بالقبور حرام. مين افتاك ان التبرك بالقبور حلال او حرام؟ يعني مين قال الكلمة دي؟ انت ليه بتسحب الموضوع للمكان ده؟ تعالوا اوريكم كده. يعني اهي دار الافتاء المصرية، يعني اخر منشور ليهم كاتبين اذكار الصباح والمساء، اظن دي حاجة كويسة جدا. يعني من الحاجات اللي نشرها دار الإفتاء المصرية بتتكلم على الآية ولا يسخر قوم من قوم. بيقولوا إيه بالظبط؟ نص المنشور بالظبط بيقول لك السخرية من الأشخاص عن طريق الكوميكس، اللي هي الصور اللي بتتحط على الفيس دي، يعني تصوير الأشخاص وبث فيديوهات لهم وصور على شكل كوميكس للسخرية منهم هو أمر محرم شرعا، حاجة محترمة جدا، ومجرم قانونا، ويزداد الامر ذما وجرما اذا تعلق بالاشخاص الذين يمرون بالازمات، الناس ذوي الاحتياجات ومتحدين الاعاقه والناس دي، لا سيما ان اوقات الازمات تستدعي اصاله تكافل الجهود من ابناء المجتمع والتفافهم كلحمه واحده في مواجهه التحديات والصعوبات. وليس من اخلاق المسلم السخريه ممن يمرون بازمه او ممن هو قائم على حلها او التقليل من شانه دون تقديم اي جهد ايجابي يساعد في حل الازمات واحتوائها. فحريه التعبير وان كانت مكفوله للجميع الا ان لها ضوابط، منها عدم التهكم وازدراء الاخرين ولو بصوره او تعليق. وقد قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. كلام محترم جدا بيدعو الناس ان احنا نعيش في تآلف ومحدش يسخر من حد. تعالوا بقى نتفرج على التعليقات الجميلة. أنا مش هقول التعليقات الإيجابية، لأن أكيد المفروض إن يبقى، يعني الطبيعي إن يبقى فيه تعليقات إيجابية، لكن اللي مش طبيعي إن يبقى فيه تعليق سلبي على حاجة بتقول لك ما تسخرش من الناس. سبحان الله، واحد بيعلق وكاتب: ودعاء غير الله والتبرك بالقبور والسجود لها وطلب المدد والعون والغوث من أصحابها ونشر الشرك والبدع بين الناس لأشد حرمة عند الله، إياكم والشرك فإنه يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. يا أستاذي يا راجل يا محترم، مين جاب سيرة الشرك هنا؟ مين جاب سيرة التبرك بالقبور؟ الناس كاتبين منشور، تمام، هنا المنشور اللي حضرتك معلق عليه ده، يعني ممكن يكون في حاجة عند حضرتك في النظر. الناس بتقول محدش يسخر من حد، بلاش الكوميكسات اللي بتسخر، ده بيعمل لشحناء بين الناس. مين اتكلم عن القبور هنا؟ انت ايه اللي جابك في الحته دي؟ طيب ده مش لوحده، يعني الفكره مش لوحده، هو لو تعليق ولا اتنين ولا عشرة كنا قلنا ماشي، لكن دي حاجه ممنهجه، دي في كل التعليقات اللي موجوده او في كل المنشورات اللي موجوده على صفحه دار الافتاء المصريه، هتلاقي من نفس النوعيه دي ونفس الشخص ده وغيره. يعني طيب واحد كاتب: القتل والسجن وظلم الناس وحرمان الناس من حقوقهم والسفه واضاعه اموال الامه ليست اشد حرمه من السخريه. مين اتكلم في الحته دي؟ حضرتك مين جاب النقطه دي؟ لا، النقطه دي حرام برضه، القتل والتشريد وضياع فلوس الناس وحقوقهم برضه نقطه حرام، بس احنا مش بنتكلم هنا على كده. ما ينفعش حضرتك اقول لك، يعني اكون بكلمك على الصلاه وتقول لي بس الاقتراض من انت ايه اللي جابك هناك؟ حضرتك احنا بنتكلم في منشور معين دلوقتي، لما يتكلموا عن منشور زي كده ارد عليهم بالادله واقول لهم لا والله انتوا جنابكم الصواب وفي واحد اتنين تلاته، لكن حضرتك بيتكلم في موضوع السخريه من الاشخاص او من ذوي الاحتياجات او من الناس اللي قائمين على حل المشكله. حضرتك ايه اللي جابك للنقطه دي بالذات؟ الا اذا كنت ممنهج ويعني تتبنى فكر معين احنا بنرفضه. سبحان الله. بس يعني انت بتقلل من شأن حد من اهل العلم،
والله دول اهل العلم، دول اهل الازهر يا اخوانا. دار الفتوى دي مش حاجه احنا اخترعناها، مش خمسه سته اتجمعوا كده وعملوها. دار الافتاء دي مشايخ وناس سبحان الله ربنا اداهم العلم عشان يوصلوه لنا. انت بتضيع مجهود السنين، رد عليهم بالحجه لو عندك حجه رد عليهم، بس لما يكون بيتكلم في موضوع القتل والتشريد والكلام ده. لكن هو النهارده بيتكلم في موضوع معين ومحدد حضرتك ما بتردش عليه خالص. استاذ عصام كاتب بيقول: عقيده التوحيد النقيه الخالصه قبل النصائح التربويه، لا للقبوريين. يا فندم يعني لا اله الا الله، حضرتك هو بيقول لك نصيحه خدت بيها، خدت بيها ما خدتش عنك ما اخدت. مين قال لك القبوريين؟ يعني انت ليه وصفتهم بالقبوريين؟ مين اباح ومين اجاز ومين منع ومين حرم؟ وايه دليل حضرتك؟ المشكله ان انت تلاقي التعليق من دول واخد لايكات كتير، يعني عشان تعرف بس ان ممنهج. والله والله فكركم ده ممنهج، فكركم ده مش صح. وان شاء الله يعني لما نتجمع قدام ربنا كده يوم تلتقي الخصوم هنعرف مين كان صح ومين كان غلط. بس عندنا عقل نفهم بيه، يعني عندنا عقل ربنا اعطاه لنا نفهم بيه. ما ينفعش اكون بكلمك في حته ان انت ما تسخرش من حد وتقول لي لا والله النصايح التربويه دي بعدين. حضرتك ما دي نصايح، في ناس ناقصها النصيحه دي. حضرتك مكتمل الدين ومكتمل اركان الدين وبسم الله ما شاء الله عليك جهبذ من الجهابذه، ربنا يكرمك يا رب. قول لنا علمك، ورينا علمك. لكن حضرتك عامل اكونت فيك اصلا، يعني انت عامل حساب مش حقيقي باسم مش حقيقي، وداخل تقول اي كلام قبوريين واضرحه وكلام محدش قاله، محدش قاله عن دار الافتاء المصريه. لا اباحت ولا حرمت، ولو اتسالوا بيقولوا النصيحه وبيقولوا المعلومه الحقيقيه. انت ايه اللي جابك هنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. المشكله ان في يعني والله انا اكاد اجزم يعني ان في حد تبعهم بيخش ينشر حاجات اللي هم يتكلموا عليها، يعني في حد داخل كتب مدد يا رسول الله مدد يا آل البيت، وهم طبعا مسكوا في الحته دي ويعني الفيس كان شغال لحسابهم، والله تحس ان الفيسبوك اشتغل لحسابهم في النقطه دي. عايز اقول لك ان الراجل ده واخد 24 تعليق وناس بتضحك وقلوبه وحاجه بسم الله ما شاء الله. والله ممنهج، الناس دي فكر ممنهج، حسبي الله ونعم الوكيل. في واحد اسمه استاذ احمد عماد بيقول: طلب المدد من الغائب شرك بالله. اكيد يا استاذ احمد، المدد من الله سبحانه وتعالى، يعني احنا متفقين في هذا الكلام. بس مين جاب سيره المدد هنا؟ يعني مين قال ان في حد في المنشور طلب مدد؟ الناس بتتكلم على السخريه، محدش يسخر من حد، والكوميكسات والحاجات المنتشره بيصلحوا في اخلاقيات الناس، بيصلحوا في الاجتماعيات اللي بينا. في واحد جميل كاتب: الا لو كانت عليكم، يعني السخريه حرام الا لو كانت على دار الافتاء. سبحانك يا رب. واحد جميل بس شكله يعني شكله صغير في السن كده والله، يعني حتى الصوره اللي هو حاططها على البروفايل بتقول ان هو عنده مثلا 17 18 سنه، يعني تقريبا لسه لم يبلغ الحلم. كاتب: يا اخي قبل ما تقول حرام وحلال بص للعقيده الاول وتعلم عقيده التوحيد اللي هي اهم شيء في الاسلام، وسيبك من نهج الصوفيه. انا مش فاهم الصوفيه عملوا لك ايه، يعني حضرتك قريت لمين في الصوفيه عشان تتكلم عنها؟ ايه الحاجات الغلط؟ ممكن يكون في حاجات غلط بس ايه هي؟ جبتها منين؟ نرد عليهم بلا، يمكن هم مش واخدين بالهم تمام، بس حضرتك منين بتحلل وتحرم؟ سبحان الله. يعني اتمنى ان اكون وصلت لكم المعلومه. الكلام ده منشور والله على صفحه دار الافتاء المصريه، حاجه تحزن، حاجه كمسلم تخليك تغير على دينك. انتوا ليه بتعملوا كده؟ انتوا ليه لما دار الافتاء بتقول لكم نصيحه لوجه الله يا سيدي خد بيها او ما تاخدش بيها، لكن ما تخشش تاخده لموضوع تاني، ما تخشش تتكلمه بقى على زياره القبور، ماشي ابعت له فتوى ولما يرد عليك خدها عليه سند وقول يا اخوانا انا بعت لدار الافتاء الفتوى وسالتهم وقالوا ان زياره القبور مثلا حلال. معاك حضرتك رقم الفتوى وقول ان دي فتوى صادره، لكن انت تخش في كومنت لا انت عارف ولا انت سامع ولا انت معاك دليل وانت داخل تكسر في الناس اللي بيقولوا قال الله وقال الرسول على حق، علشان ترضي غرورك او عشان تقول ان انت اعلم اهل الارض مثلا، يعني ده مش حقيقي. انا عن نفسي بفهمش في الدين قد الناس دي، ولا قدكم طبعا، انتوا جهابذه بسم الله ما شاء الله، انتوا بتجيبوا فتاوى محدش عارفها بتجيبوها منين. بس غيرتي على الدين والله والله انا يعني في حاجه بتغلي جوايا كده، انتوا ازاي بتعملوا كده مع دار الافتاء المصري؟ ممكن يكون عندهم حاجات غلط، فهموا حاجات غلط وبعد كده بيراجعوا نفسهم بيصححوها. لكن الناس داخله تقول ان ربنا ما بيغفرش الحاجات دي، لا ربنا بيغفر الحاجات دي، انت دخلت في علم الله.
آخر كلامي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.